suis venue اليوم باش نعطي الدم بحال كاع صحابي. وفي الاول كنت خايفه مي صافا سي بيان باسي زعما ماشي داكشي متوعدت بزاف الحمد لله. و جو انفيت تعطيو الدم كاملين باسكو الدم شي حاجه مهمه وصافي ميرسي. هاد المبادره بينات الحمد لله التعاون اللي كاين في المجتمع ديالنا ومع مختلف الاجيال. فاحنا الان سنتواجدوا بالجامعه الدوليه للدار البيضاء واشتغلنا مع جمعيه دليو يو اس اي. فالوليدات الحمد لله قاموا باللازم في تنظيم ديال هذه المبادره على مستوى المؤسسه بتعاون مع مؤسسه امل ايضا اللي هي ايضا محتاجه لهذا التبرع بالنسبه للمرضى ديال هذه القصور الكلاوي. ونتمنى من الله ان هذا الشيء ما يوقفش وهذه المبادرات يبينوا على الترسيخ وتجدر القيم الانسانيه في بلادنا جيلا بعد جيل وهذا تيتطور سنه بعد سنه. وهذا الشيء ان شاء الله ما غاديش يوقف غادي نبقاو شريك فعال ليو اس اي ليو وان شاء الله تعالى نكون نديروا مسائل اخرى اجتماعيه اللي نتعاونوا فيها ان شاء الله تعالى. احنا فخورين اننا ننظموا حمله ديال التبرع بالدم في الجامعه الدوليه بالدار البيضاء بالتعاون مع مؤسسه الامل والمركز الجهوي لتحقن الدم والهلال الاحمر المغربي الاقليم النواصر. بالتعاون ديالنا كنطمحوا اننا نوصلوا لنتائج ايجابيه باش نزيدوا في مخزون الدم في المغرب وفي الجهه ديالنا خصوصا. الهدف ديالنا من هذه الحمله هو اننا نشجعوا الطلبه والموظفين ديال المؤسسه والناس كاملين بالاهميه ديال هذا العمل النبيل والقدره ديالو على انه يعاون الناس اللي في الحاجه خصوصا المرضى ديال القصور الكلوي. احنا كنشوفوا ان كنامنوا ان القوه ديال المجتمع ديالنا كاينه في الاتحاد والتضامن. كنبغي نشكركم كاملين ونشكر المؤسسه ديالنا اللي عاوناتنا وكاع الناس اللي تبرعوا. شكرا لهم بزاف والله يتقبل. نشوفكم على خير.